السلام عليكم اخوان، شعود الاخوت، كل شيء مزيان، صحيحات طويرات، كل شيء بخير. المهم الاخوان، يعني موضوع النقاش ولا موضوع فيه الفائده الاخوان، نحاول ان شاء الله باش نتعرفوا على اسباب موت الصغار داخل البيضه الاخوان، وكيف كنعرفوا يعني كاينين بزاف ديال الاسباب، ولكن احنا غادي نحاولوا ان شاء الله باش نناقشوا ثلاثه الاسباب الاخوان، يعني ابرز الاسباب اللي ممكن باش يموتوا لنا الصغار داخل البيضه او في البيضه الاخوان. غادي نحاولوا ان شاء الله باش نتعرفوا على ثلاثه الاسباب، وممكن يعني غنعطيو حتى الحلول ديالها كيفاش كنتجنبوا هاد المشاكل هادو باش ما كنطيحوش في المشكل ديال موت الصغار داخل البيضه الاخوان. المهم الاخوان، كيف كنعرفوا اول سبب الاخوان اللي كيخلي لنا الوليدات يعني كيموتوا داخل البيضه، وهما البوانوار او النقطه السوداء. النقطه السوداء اللي كتكون يعني كتحول من الاناث يعني الفراخ الصغيره او البيض، هنا الاخوان يعني كيكون مشكل، يعني هنا خاصنا ضروري نتبعوا واحد الطريقه اللي مزيانه باش ما نخليوش هذوك الاولاد يكونوا حاملين لهذيك النقطه السوداء او المرض البوانوار، وباش ما يموتوش لينا دوك الوليدات. يعني كنديروا واحد نيتواياج كيف كنعرفوا، يعني هذه اصعب حاله، وهي ملي كيخرجوا لنا الوليدات وكيموتوا لنا داخل البيضه، يعني ما كيخرجوش. يعني ديجا هضرنا هذا الموضوع، هذا هضرنا عليه يعني ديال البوانوار. دابا كنشرحوا اكثر الاخوان الاسباب اللي كتخلي لنا موت ديال الصغار داخل البيض، ومنهم هذا السبب الاخوان يعني ديال البوانوار. يعني الحل الوحيد اللي باش كنتفاداو هذا المشكل هذا، وهو يعني كنتاكدوا في العش الاول، يعني كنتاكدوا في العش الاول بان هذا الكوب يعني كيعطي البوانوار اما داخل البيضه ام خارج البيضه، وكنحاولوا نتعرفوا على الكوب اللي عرفناه بانه هو يعني حامل الفيروس. كنحاولوا قبل يعني ما تبدا الانثى كتكون في الحبل ديال البيض، كنحاولوا نديروا واحد نيطوياج يعني طبيعي او كيماوي، يعني كل واحد وباش كيرتاح، مضاد طبيعي، مضاد حيوي طبيعي او كيماوي كيف قلنا. كنحاولوا نديروا لها واحد نيطوياج خفيف قبل ما تبيض الاخوان، وقبل ما تخرج، يعني باش كنتفاداو هاد الموت ديال البيض ديال الجنين داخل البيضه من البوانوار. ضروري قبل ما تجمع كيف قلنا الانثى كنحاولوا نديروا لها واحد نيطوياج باش ما تنقش لينا هذاك الفيروس داخل البيضه. والسبب الثاني الاخوان، وهو الاخوان اللي كيخدموا بالاضاءه، يعني الا كنت كتخدم بالاضاءه وكتشعل الطوارات ديالك في الضو، ولا كانوا عندك يعني معاك في المنزل، يعني في الكوزينه ولا في شي بيت مخصص، كتبقى مريح معاهم وما كتخليش لهم الضوء طبيعي الاخوان. يعني ما كاينش ضوء طبيعي ملي كتغيب الشمس، راه كيبيتوا دوك الطويرات وهذا، يعني كيمشيو بلوغرام طبيعي. هنا كيكون هذا المشكل هذا. اشنو هو هذا المشكل فين كيطرى الاخوان؟ وهي ملي كتكون الانثى يعني حاضنه ولا مبيضه وكيبدا كيتكون فيهم الجنين. كيف كنعرفوا الاخوان؟ اغلبيه يعني كيكون الاخوان ديالنا كينوضوا في الليل، يعني كيشعلوا الاضاءه، ممكن يدخل حاشاكم للطواليط، ممكن يقضي شي غرض في الليل وكيشعل الضوء. وهنا الاخوان كيف كنعرفوا الكوب اللي كيكون حداه الاضاءه، اين فوا كيشعل الضوء، الانثى راه كتكون يعني باغا تاكل، وهذا راه كتنوض على هذاك البيض وكتحاول باش تاكل وكتعاود ترجع. ولكن هنا كيطرى هذا المشكل هذا، وما كيركزوش مع الاخوان، كيقول بان الانثى راه حاضنه، يعني كيخرج كيقضي الغرض وكيعاود يطفي الضوء. هنا ملي كتطفي الضوء ضروري الانثى كتبقى خارجه من العش، ويعني ما كتبيتش فوق هذاك البيض، وهنا ممكن هذاك البيض يعني كيخمج ولا كيضربوا البرد، كيموت الجنين داخل هذيك البيضه. والغد مع الصباح يعني كتبان لك الانثى حتى هي حاضنه، ما كتركزش مع هذا المشكل هذا، كتقول بان راه يعني راه ما كاين حتى شي حاجه، راه نورمال. ولكن الديفو راه طرا في الليل الاخوان، يعني في الليل الا كنا يعني اي اخوان يعني كيحاولوا باش يديروا الطيور ديال الكناري او ديال التربيه بصفه عامه في واحد المكان اللي فيه الاضاءه، هنا ضروري الاخوان كنحاولوا مع الاخوان اللي كينوضوا يعني في الليل ولا كيقضي شي غرض في الليل، ضروري بالاخص في هذه الفتره ملي كيكونوا الاناث مبيضين ولا عندهم الوليدات، ضروري نركزوا معاهم الاخوان ملي كنشعلوا الضوء وكنقضيو شي غرض. راه حتى الانثى الا خرجات من العش ديالها وطفيتي انت الضوء ورجعات الظلمه، غتبقى في نفس المكان، ما غاديش تحاول تقلب على العش ولا ترجع للمكان ديالها حتى الغد. عاد كترجع الغد، ملي كترجع داك البيض كتكتشف انه هو ما كيخرجش، ملي ما كيخرجش لك كتقول هنا راه كاين شي مشكل في الانثى ولا في شي حاجه، ولكن المشكل درتيه بالاضاءه الاخوان. يعني ضروري هاد الحويجات هادو نركزوا معاهم. إذا كانت عندي الإضاءة غير طبيعية نحاول باش نركز مع الإضاءة، إذا كنت جاي ولا خرجت ولا عندي شي غرض في الليل، ملي نشعل الضوء نحاول باش نركز على الإناث اللي كيكونوا حاضنين ولا عندهم البيض ولا عندهم فراخ حتى يرجعوا للعش ديالهم.
والسبب الثالث الاخوان ما هضرنا عليه حتى هو الاخوان يعني في مواضيع واحده اخرى، وهو العش، يعني كثرة ديال العش، ولا العش اللي كيجمعوه الاخوان، يعني كيجمعوا العش بالقطن ولا كيديروا العش يعني طالع بزاف. هنا كيف قلنا البيض ما كيبقاش كيتقلب وما كتقلبوش هذيك الانثى وما كي يعني ما كي كيخمج كيف كنقولوا، وكيموت لنا الجنين فيه. يعني هاد ثلاثه الاسباب الاخوان هما الاسباب الرئيسيه في موت الجنين داخل البيضه، واكبر سبب وهي البونوار. البونوار كيف شرحنا الاخوان خاصنا الى طرات لنا في هذه الحاله البونوار اللي كتخرج لنا في الوليدات ماشي مشكله، عندنا الطريقه والوليد كيخرج يعني ممكن باش تعطيه الادويه وباش تمشي معاه وتعطيه غير التغذيه نورمال طبيعيه وغيعيش. ولكن المشكل اللي عندنا صعيب وهو ملي كتبيض الانثى وكيموت الولد يعني في البيضه، هنا اللي كيطرى لنا المشكله الاخوان. هادشي علاش كنحاولوا باش نديروا هاد النيطواياج، جا هو عنده الحل، ولكن خاصك تاكد من الكوبلت ولا دير ليه وقايه قبل ما تبدا البيض ديالها، وتبقى تعاود عليها فين ما كتبغي توجد العش الثاني كتحاول دير هذيك الوقايه. النقاش الثاني الاخوان ولا السبب الثاني كيف قلنا الاضاءه، نحاولوا نركزوا مع الاضاءه في الليل، وكذلك مواد التعشيش. يعني الاخوان اللي عاطين مواد التعشيش كثيره ولا كيخدموا بالقطن، يعني هاد ثلاثه الاسباب هما اللي ممكن باش يخليوا لك البيضه ولا الفرخ يموت داخل البيضه ولا كيخمج لك هذاك البيض. المهم الله يسر لكم الاخوان والله يسر جميع خوش، يعني راه اي حاجه كيسولوا عليها الاخوان ولا كيكون فيها شي مشكل وخاصه تعرفوا على الاخوان راه كنحاولوا باش نشاركوها معكم. الله يسر لكم الاخوان والله يسر جميع خوش.